بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمد الشاكرين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا ونحن نتدبر في سورة المجادلة العظيمة، تلك السورة التي جاءت تؤسس البيت المسلم على آداب وأحكام وشرائع ومثل وقيم وأخلاق لا تعرف حدودا للمكان ولا للجدران ولا للأبواب المغلقة، ولكنها تتجاوز كل ذلك بسلاسة الإيمان واليقين بالله سبحانه وتعالى واستحضار مراقبته وسعة علمه واطلاعه على خلقه. فإذا بها تهذب النفوس، تهذب الضمائر، تجدد تلك العلاقة بين العبد وربه لتنعكس في إطار علاقاته الاجتماعية. فلا نجوى إلا بخير، ولا أسرار إلا بطاعة الله سبحانه وتعالى وبما يرضيه، إيمانا من العبد بأن السر عند الله كالعلانية، وأنه سبحانه مطلع على سرائر القلوب وما تخفي الصدور. فكان نظر العبد إلى قلبه وتفقده لسره أعظم، يزداد كلما عظم الإيمان في قلبه ونفسه، كلما استحضر ذلك اليقين وتلك الصفات العظيمة لله سبحانه وتعالى وأنه سميع بصير. وذكرنا فيما ذكرنا أن هذه السورة المباركة بأحكامها نزلت في فترة حرجة من عمر المجتمع المسلم، أعداء يتربصون بهم الدوائر، أعداء في الداخل من منافقين ويهود، وأعداء في الخارج، أحاطت بهم الشرور من كل مكان. وفي تلك الأثناء الصعبة الحرجة، وفي تلك المواقف الشديدة التي كان يعد فيها المؤمنون العدة للمواجهة وللقتال ممن يعتدي عليهم من القبائل المختلفة العربية التي كانت توغر قريش صدورهم بالفتنة والاعتداء على الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، كل ذلك وتتنزل سورة بأكملها تدعم النسيج الأسري، تعزز معنى السلم الأهلي، السلم الحقيقي، تقوم بعملية تقويم لكل ما يمكن أن يشرخ ذلك النسيج المجتمعي بأي شكل من الأشكال، معلنة منذ أول آية فيها أن الله يسمع الحوار ويسمع النجوى ويعلم السر وأخفى، وأن الله سبحانه وتعالى إذا ما رفع العبد إليه شكايته لا ينظر إلى حال ذلك العبد من منصب أو جاه أو حسب أو نسب، ولكن ينظر إلى ما قد وقر في قلبه من الإيمان بأن الله سميع بصير. فإذا استيقن العبد رجلا كان أو امرأة، فقيرا أو غنيا، أن الله جل شأنه يسمع شكواه، التجأ إليه، لاذ بحماه مهما ضاقت عليه الدنيا بمشاكلها وهمومها وغمومها، وأطبقت عليه وحاصرته من كل جانب. في كثير من الأحيان المشاكل الأسرية وخاصة المشاكل الزوجية تطبق على النفس، تحيل حياة الإنسان إلى جحيم. ماذا يفعل؟ ماذا يصنع؟ أو كما في قصة هذه المرأة التي جاءت تجادل النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا تفعل؟ إلى من تتوجه؟ صحيح هي توجهت للحبيب صلى الله عليه وسلم باعتباره القاضي الذي يحكم
الذي يتنزل فيه وعليه القرآن العظيم وأحكام الشرع، ولكنها قبل ذلك كله توجهت بشكايتها إلى الخالق سبحانه وتعالى. والفرج حين جاء والوحي حين نزل، وفيه من الحلول والمعالجات ليس فقط لمشكلتها هي، وإنما لكل المشاكل الأسرية المتعلقة بهذا النوع من القول وهو الظهار. هذه ما جاءت من لدن الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، هو قال لها ما عندي شيء، ولكن الذي تنزل به على قلبه عليه الصلاة والسلام السميع البصير. من هنا كان على العبد أن يذهب بشكواه إلى الله جل شأنه، مهما كانت تلك الشكاية، مهما كان فيها من الحزن، مهما وقع عليه من الظلم. ونحن ذكرنا في مرة سابقة وسنذكر كثيرا في السورة المباركة أن واحدة من أكبر المشاكل والتحديات التي تواجهنا في العصر الذي نعيش، أننا ما أصبحنا نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى حق اللجوء، نلجأ إلى هذا علّه يساعد، ونلجأ إلى ذاك مختص في علم النفس لعله يخفف عنا وطأة الآلام النفسية والشعور بالهموم والغموم. لا بأس أنك في بعض الأحيان تحتاج إلى مساعدة البشر من حولك وتطلب منهم المساعدة والمعاونة، ولكن عليك قبل أن تتوجه إلى كل هؤلاء أن تتوجه إلى الواحد الأحد الذي تعبده وتوحده، وتعلم أنه قادر على أن يزيل همك ويفرج كربك ويمحو ذنبك ويفتح لك من أبواب الفرج ما لا يفتحه الخلق، فهم عاجزون لا يملكون، مفتقرين إلى عفو الله سبحانه وحنانه ولطفه ورحمته. فأنى لعاجز أن يلجأ إلى عاجز مثله، وأنى لمخلوق أن يشتكي إلى مخلوق مثله. تدبروا معي في القرآن كيف يهذب النفوس ويعلم ويربي ويرتقي بالمجتمع المسلم أفرادا قبل جماعات. ذا كأن البناء الحقيقي هو على الفرد، كل مجتمع من المجتمعات الإنسانية الرهان الأكبر فيه على الفرد والأسرة، ليس على أي شيء آخر قبل ذلك. من هنا إذا صح الفرد وصحت حياته واستقامت تلك الحياة الأسرية والمجتمعية على عين التعاليم الإلهية الربانية، صح المجتمع، استقام المجتمع، تضاءلت مساحة الفساد والانحرافات، هنا يستطيع الإنسان أن يبني ويواجه ويؤسس ويتصدى لتحديات داخلية وخارجية. ولكن قبل كل ذلك، إذا كان الفرد والأسرة قد أصيب في مقتل، فأنى لمجتمع هكذا عار الصدر أن يواجه تحديات داخلية أو خارجية. من هنا كان نزول السورة المباركة في خضم الأحداث والتحديات الصعبة الشديدة الخارجية التي كان يواجه المجتمع، تتنزل آيات تعلم وآيات تهذب وآيات تعالج مشاكل أسرية وزوجية، لتعلم العالم بأسره في مختلف العصور والأزمنة أنك بدون أسرة قوية لا تستطيع أن تحل مشكلة، ولا أن تتجاوز أزمة، ولا أن تخوض حربا. ستفشل في كل شيء إذا فشلت في صناعة وحماية النسيج الأسري في مجتمعك. من هنا حماية الأسرة مسؤولية تقع على عاتق الجميع، على زوج وعلى زوجة وعلى مجتمع في نفس الوقت، فتتداخل فيها المسؤولية الفردية مع المسؤولية الجماعية، مسؤولية الإعلام في التوعية،
مسؤولية الوسائل الإعلامية المختلفة في حل المشاكل الأسرية لا زيادة المشاكل عليها، في الوعي، في محاولة حماية هذه الأسرة التي تشكل المحضن الأول في تربية الأبناء، ورفض المجتمع بالعناصر الجديدة الشابة الفتية القوية التي لا تستقيم الحياة البشرية بدون وجودها. وذكرنا فيما ذكرنا أن الآيات العظيمة منذ بداياتها بيّنت بأن إشكالية صدور الخطأ قولا أو فعلا من الزوج أو الزوجة هذا أمر وارد طبيعي في شكل من أشكال التواصل، في شكل من أشكال المعايشة المستمرة ليل نهار بأحوال مختلفة، غضب، حزن، ألم، فرح، سعادة، عجز، قوة، ضعف، شيء طبيعي أن يحصل أثناء ذلك الاحتكاك شيء من المشاكل الأسرية الناجمة عن هذه العشرة. ليست الإشكالية في وقوع هذه المشاكل ولا في ظهور الخلافات، الإشكالية التي يعالجها القرآن كيفية التعامل مع تلك الخلافات، كيفية التعامل مع الصراعات التي يمكن أن فعلا تكون شكل صراعات، لا يفترض أن تكون صراعات، ولكن القرآن يعالج واقعا إنسانيا ممكن أن تتفاقم الخلافات الزوجية والأسرية إلى أن تصل لحد الصراع والعنف، ولكن القرآن وقبل أن تصل تلك الخلافات إلى مرحلة الخطورة يعالجها منذ بداياتها وجذورها، يفكك خيوطها. كيف يفكك خيوطها القرآن؟ الحث على مراقبة الله سبحانه وتعالى، الشعور بالمسؤولية. هذه المرأة التي جاءت تشتكي إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم، ما كانت تريد أن تهدم بيتها، ما كانت تريد أن تترك زوجها الذي ألقى عليها في ساعة غضب كلمة ما كان ينبغي له أن يقولها. كانت امرأة واعية تفكر في أطفالها وصغارها، شيء طبيعي. وإذا أخذتهم أنا وتوليت شؤونهم لا أعرف كيف سأتصرف معهم ولا أجد ما أعولهم به. هذه امرأة على قدر كبير من الوعي. نحن لا نتكلم هنا عن امرأة نالت من الشهادات والمناصب ما نالت، ولا أنه امرأة من كبريات الصحابيات اللواتي كن يلازمن مجالس الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم أو من أمهات المؤمنين. نتكلم عن امرأة بسيطة في المجتمع المسلم، ورغم كل هذا إلا أنها على درجة عميقة كبيرة من الوعي، الوعي بدورها، الوعي بمسؤوليتها في الحفاظ على أسرتها وحمايتها من التفكك والتمزق، الوعي بخطورة الانفصال والطلاق، الوعي كذلك بمسؤوليتها تجاه أبنائها في حال وقوع فراق أو طلاق. وأنا أتساءل، أخبروني بالله عليكم، مع كل هذه المستويات التعليمية والشهادات والتقدم والتحضر والتمكين للمرأة في مجتمعاتنا العربية والمسلمة وحتى غير المجتمعات العربية والمسلمة، هل نجد هذه الدرجة العالية الرفيعة من الوعي في كثير من النساء؟ هذا السؤال مطروح. تقول لي كيف نقيس درجة الوعي؟ درجة الوعي تقاس بأشياء كثيرة لها مؤشرات. أنت لا تفترض أن هناك وعيا لمجرد أن النسبة في عدد الحاصلات على الشهادات العليا التعليمية وغيرها نسبة أصبحت عالية، ولا تقيسها بعدد النساء اللواتي يوظفن هنا وهناك، ولا بعدد النساء اللواتي يتبوأن مراكز قيادية في مجتمعاتهن.
أنت تقيس درجة الوعي المجتمعي للمرأة وللزوجة بدورها من خلال المؤشرات والدلائل والنتائج، من خلال العرض والتداول والمناقشة لتلك المشاكل التي تنوء بها أروقة المحاكم الشرعية والأسرية في مجتمعاتنا. امرأة تطلب الطلاق لأن زوجها لم يأتي لها بهدية في عيد زواج، امرأة تطلب كذا لأن صديقتها زوجها جاء لها بكذا وهي لم يأتي لها بهذا، حتى تكاد تشعر بالعجز الذي يدفع بك أحيانا إلى الضحك المبكي المؤلم لشدة ما تسمع من تلك القصص والروايات التي باتت أقرب إلى الرواية والخيال منها إلى الواقع، حول إقدام الكثير من النساء والزوجات وكذلك الرجال على الطلاق دون أي استشعار لمسؤوليتهم اتجاه الأبناء، اتجاه الأسرة. هذا دلالة على أي شيء؟ على زيادة الوعي؟ دلالة على أي شيء؟ حين ترتفع نسب الطلاق في مجتمعاتنا إلى نسب مهددة بالإنذارات المبكرة لكوارث أسرية واجتماعية، أليس في ذلك مؤشرات على ضعف الوعي، على قلة الوعي؟ حين تهدم البيوت لأجل كلمة عابرة ولأجل تصرف غير مسؤول ولأجل عشرات الأشياء مما ذكرنا والأمثلة، أليس هذه مؤشرات على ضعف الوعي في مجتمعاتنا من قبل الرجل والمرأة على حد سواء؟ الحل هذا الكتاب العظيم. ندور ونمضي في مشاكلنا ودراستها وتناولها ولا نجد غير القرآن شافيا كافيا معالجا مداويا لأسقامنا وأمراضنا الأسرية والاجتماعية والنفسية وغيرها. وتدبروا معي في القرآن كيف يعالج السورة منذ أول آية فيها إلى آخر آية فيها، تعزز مبدأ من المبادئ العظيمة، استحضار مراقبة الله جل شأنه استحضارا يليق بإيمانك ويقينك بخالقك، استحضارا ينعكس على سلوكك، على خطراتك، على أقوالك، على أفعالك، على تصرفاتك، على كل شيء في حياتك، يضبط حركتك، يضبط ما تهمس به، يضبط ما تسر به في نفسك وما تناجي به غيرك. هذه العملية من عمليات الضبط لا يمكن أن تتحقق بعيدا عن مراقبة الله جل شأنه. قال: يوم يبعثهم الله جميعا رجالا ونساء، أزواجا وزوجات، صغارا وكبارا، قال: فينبئهم بما عملوا. وقلنا بأن النبأ يختلف عن الخبر، الخبر ممكن أن يأتيك به أي شخص يسمعه من أي مكان، ليس فيه تفاصيل كثيرة، لا تحتاج إلى ذلك العمق الذي يأتي به النبأ في مفردته القرآنية العظيمة. علم الله سبحانه وتعالى ليس علم عادي أبدا، ليس مجرد إخبار ولكن إنباء، إحاطة كاملة شاملة لما كان يصاحب تلك الأعمال من نوايا وعزيمة وإرادة. لا ليس هناك إنسان في الدنيا يأتي بعمل دون أن يكون قد سبق ذلك العمل نية وعزيمة وتفكير، لا يمكن. خطوات الله يعلمها فينبئهم بما عملوا، لأنه يحاسبهم على ما يعملون وما يصدر عنهم من فعل حقيقي في الواقع. قال: أحصاه الله ونسوه، إحصاءً يتسق تماما مع هذه الكلمة التي جاء بها القرآن في قوله جل شأنه ينبئهم. ف
ثم بعد كل ذلك تنتقل الآيات العظيمة إلى معالجة إشكالية خطيرة ممكن أن تحصل كذلك في المجتمعات وفي البيوت وفي المؤسسات وعلى كل المستويات، من المستويات الدنيا إلى المستويات العليا. إشكالية خطيرة جدا. ما هي تلك الإشكالية؟ قال: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. تدبر معي في القرآن كيف يعالج، يمهد، يجهز، يحضر. أول مسألة في سياق الاستنكار أنك لابد أن تعلم أن الله عالم لما في السماوات وما في الأرض، وأن علمه جل شأنه لا يغيب عنه شيء، لا صغيرة ولا كبيرة، لا في السماء ولا في الأرض. علم يحيط بكل شيء ولا يجاوز شيئا من خطرات نفسك ولا من أقوالك ولا من أفعالك. فإذا ما استحضر الإنسان واستحضر العبد هذا العلم وتيقن تماما أن الله مطلع على ما يحاك في صدره، على الخطرات التي لا ينطق بها اللسان، هذا هو السر، على الشيء الذي يخطر على بالك وما تحول إلى لفظ ولا إلى كلمة، كله معلوم عنده جل شأنه. ما هي النتيجة الطبيعية لذلك كله؟ مراقبة الله سبحانه وتعالى في السر والعلن، مراقبة الله في الخواطر، حتى أن المؤمن يصل به الأمر من شدة ورعه ومراقبته لخالقه جل شأنه أنه يخشى أن يحدث نفسه بما لا يرضي الله ورسوله. يا لعظمة القرآن، يا لعظمة القرآن التي ترتقي بالضمائر، التي ترتقي بالسرائر، التي تزكي حتى الخواطر. قال: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. النجوى، وقضية النجوى هذه، وهذه المفردة القرآنية المحملة بالمعاني العظيمة، تختلف عن السر. القرآن جاء فيه ذكر السر وأن الله جل شأنه يعلم السر وأخفى. والسر حديث النفس الذي تسره في نفسك. إذا أردت أن تبوح بذلك السر الذي في نفسك وصدرك لأحد، فأنت تكون قد أسررت إليه. ولذلك القرآن يقول: وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه، أسر النبي لبعض أزواجه، هذا أسر به، بمعنى كشف سرا كان في نفسه وصدره لأحد فأسر به. هذا حديث النفس، هذا السر، فيه إخفاء أكيد، فيه إبطال لشيء أكيد. لكن النجوى، النجوى حديث سر، حديث سري. هل بالضرورة أن يكون ذلك الحديث بين اثنين فقط؟ أبدا. انظر إلى القرآن، بدأ بالثلاثة، يعني بالجماعة. قال: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ليبين أن هذه النجوى هي في واقع الأمر تتعلق بأمر وبحديث وقضية ومسألة تمالأ فيها مجموعة من الأشخاص، اتفقوا فيما بينهم، أبطنوا وأبرموا أمرا أو أمورا عن إنسان أو أناس غائبين عنهم، غافلين عن الموضوع. تقول لي: أليس هذه هي الغيبة؟ لا،
ولكن الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، بمعنى تذكر ذلك الذي يكرهه الإنسان الذي غافل عن هذا الحديث. ممكن يكون في ملأ، ممكن يكون في جماعة، ممكن يكون أمام مجموعة كبيرة من الناس. الغيبة لا يشترط فيها أن تكون مخفية عن أحد، ولكن النجوى حديث فيه ممالأة على شر، فيه إبطان لأمر عن غافل، وفيها شكل من أشكال الإرادة والعزم والتصميم على الإيقاع بذلك الإنسان الغافل عن هذا الحديث. بمعنى آخر أو بمصطلحات عصرنا، ما يدور وراء الأبواب المغلقة، وراء الكواليس. النجوى هو ذلك الحديث الذي يدور وراء أبواب ممكن تكون مغلقة وممكن أن لا تكون مغلقة، ولكن على جهة. ومن ذلك جاءت كلمة النجوى، بمعنى المكان مرتفع عن الآخرين، يعني ليس مكانا بالضرورة أن يكون الارتفاع ارتفاع حسي، ولكن بمعنى أن يكون بمعزل عن الآخرين، عن المجلس الذي يجلسون فيه. المهم أن هؤلاء الأربعة أو الخمسة أو العشرة أو كائن ما يكون العدد يتناجون في حديث فيما بينهم، حديث سري فقط فيما بينهم، وذلك الحديث يخص إنسانا آخر غافلا غائبا عنهم، وممكن قد يخص جماعة وليس فقط إنسان فرد واحد، لها أشكال متنوعة متعددة. ولذلك هذه الظاهرة المجتمعية الخطيرة التي عالجتها آيات كثر لم تذكر فقط في سورة المجادلة، ذكرت في حوالي 14 موضعا في كتاب الله جل شأنه. طيب، ولكنها في سورة المجادلة بتفاصيل في معالجتها وتوصيفها وضبطها ووضع الشروط لها وتأصيل التعامل معها وبيان كيفية تعامل المجتمع أفرادا ومجتمع إزاء هذه الظاهرة لمحاصرتها وتقليص آثارها السلبية على الفرد والمجتمع. إذن هذه ما عادت فقط مجرد حديث مجالس واثنان يتناجان دون الثالث ويدخل الحزن على قلب الثالث. المسألة أخطر من هذا، المسألة أعمق من هذا. لنا أن نتساءل، لماذا تدور هذه الأحاديث وراء الكواليس كما يقال؟ الإنسان يخفي أمراً أو يخفي حديثاً فيناجي به أحداً من الخلق لعدة أسباب. واحدة من تلك الأسباب أنه لا يريد لذلك الطرف المعني بالأمر أن يصل الموضوع إلى سمعه، إما حفاظاً على شعوره، إما مراعاة لكرامته، إما حرصا على مصلحته، ولكن كل ذلك بأي دافع؟ دافع الأخوة والمحبة الإنسانية والحرص على مصلحة ذلك الطرف الغائب الغافل. هذه في طاعة الله سبحانه وتعالى. من الذي يضبط هذه القضية؟ الرب الذي أنت تراقبه في سرك وعلانيتك ونجواك، الرب الذي تدرك وتستحضر تماما أنه سميع بصير، وأنه يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وأنك أغلقت بابا أو فتحت أبواب، فالله سبحانه وتعالى معكم، معكم معية العلم والإحاطة بما تقولون وما تستحضرون وما تستذكرون من أحوال غيركم، سواء كانت تلك الأحوال مما قد يسوء الإنسان الآخر الغائب أو مما قد يكون في سبيل إصلاح له. ونحن نعلم جيدا أن هناك
من القضايا الاجتماعية، من القضايا المتعلقة بالمساعدة، مساعدة المحتاجين، من القضايا المتعلقة بالصدقات، بالزكوات، بغيرها. يحتاج الإنسان فيها أن يسر الكلام عن الشخص المعني. أنت لا تحتاج أبداً أن تقوم بعمل إعلانات في كل مكان بأنك ستساعد فلان قريباً كان أو بعيداً، بل بالعكس، في كثير من الأحيان إظهار المعاونة أو المساعدة لشخص محتاج فيها شكل من أشكال الانتقاص لكرامته، وأنت مطلوب منك أن تحافظ على كرامته. وأنت تعلم جيدا، والقرآن عالج ذلك في آيات أخرى، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، العفة، تعفف الإنسان عن المسألة، عن إظهار فاقته أو حاجته. ذاك أن المؤمن عزيز، عزيز النفس، لا يظهر حاجته وفاقته أمام أحد. بعض الناس والمؤمنين في مجتمعاتنا المعاصرة التي نعيش فيها مستعد أن يأكل الثرى هو وأطفاله، ولا تداس له كما يقال كرامة، ولا يهان، ولا ينتقص من كرامته وإنسانيته أمام أحد من الخلق. عفة، عزة، نزاهة، هذا ماذا تفعل به؟ أنت جاره، أنت قريب له، فأسررت وناجيت إنسانا معنيا بالأمر لمعالجة هذه المسألة. أبدا هذه ليس فيها أي شيء وليس عليها غبار، كما سنأتي على التفاصيل في الآيات في سورة المجادلة. هذه المرأة التي جاءت تجادل نبينا صلى الله عليه وسلم، جاءت تجادله في أي شيء؟ في قضية زوجية أسرية حدثت بينها وبين زوجها في بيت مغلق وراء جدران مغلقة، وزوجها غائب غافل عما تقول عنه. إذن لماذا ناجت النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ ناجته لأجل إصلاح، لأجل تصحيح وضع إنساني في بيتها، في أسرتها، ليس لإثم، ليس لقطيعة رحم، ليس لأجل تدبير مؤامرات ودسائس ومأكائد. من الذي يحكم هذه الحركة في القول وفي السر وفي البوح بما في السر؟ قوله جل شأنه حين يقول: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابع، فيا أهل النجوى، يا من تتناجون بالليل والنهار، يا من تغلقون وتوصدون الأبواب وتحسبون أن لا أحد يسمع همسكم ولا أحد يعلم ما تدبرون، اعلموا أن الله معكم. تدبر معي في الكلمة التي جاءت بعدها، قال: ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. هو ليس فقط يعلم، وليس فقط يعلم ويحيط بما قلت أينما كنت، وإنما سينبئك بما عملت يوم القيامة. فانتبه واحذر. لماذا جاء بالعمل؟ المناجاة جزء من العمل، حديثك، قولك، ما تسر به إلى الآخرين، هذا جزء من العمل، أنت محاسب عليه. يا لعظمة آيات القرآن العظيم، كيف جاءت تؤسس كل ذلك؟ كيف أصلحت الفرد؟ كيف جاءت إلى أعماق القلوب وخواطر النفوس فأصلحتها؟ كيف؟ هذه الآية العظيمة، تدبروا معي في دقة المفردة، قال: أينما كانوا، هو معهم أينما كانوا، حتى لا يتبادر إلى الذهن أنك إذا كنت في كهف أو غار لا تصل إليه الأسماء. وهكذا غالب أولئك الذين يدسون الدسائس والمكائد والمؤامرات،
يتخفون من الناس في أماكن مغلقة مظلمة مسدودة محاطة بأشكال من الحماية حتى لا يصل إليهم أحد. قال هو معهم أينما كانوا، معية العلم والإحاطة. الله معك علما وإحاطة بكل ما تقول، بكل ما تهمس. قد تتمكن أن تغيب عن أعين الناس وأنظارهم وعن مراقبة الكاميرات المختلفة والأجهزة والحواسيب وما اخترعه الإنسان من مخترعات في عالم اليوم، ولكنك لن تتمكن مطلقا أن تغيب عن علم الله جل شأنه الذي يعلم ما في السماوات وما في الأرض. وتدبر معي في دقة المفردة في آخر الآية، قال إن الله بكل شيء عليم. هذا أساس أصيل ومبدأ وقيمة عظيمة من قيم القرآن لإصلاح أي إشكالية اجتماعية أو مجتمعية أو سياسية أو أسرية. أنت لا تستطيع أن تحل المشاكل الزوجية والأسرية فقط بأنك تقول إنه هذا يعلم هذا وهذا يراقب هذا وذاك يتنصت على هذا. بعض الأزواج والزوجات يتنصتون ويتصنطون على بعضهم البعض، هذا يراقب جوالها وتلك تراقب جواله، وهذا يرسل كذا وهذه ترسل كذا، وهذا قد حتى يستأجر من يمشي وراء زوجته ليعلم أين ذهبت وأين راحت. انظروا إلى الثقة حين تتحطم على أعتاب الشك والغرور وضعف القيم القرآنية في النفوس. ما الذي جعلنا هكذا؟ ما الذي جعلنا نشك في بعضنا البعض؟ ما الذي جعلنا نشكك في نوايا بعضنا البعض؟ ما الذي جعل بعض الأزواج الذين يعيشون تحت سقف واحد لا يثق الواحد بهم بالآخر؟ ما الذي جعل كل هذا؟ ضعف مراقبة الله جل شأنه، كلمة واحدة، ضعف مراقبة الله سبحانه وتعالى. تقول لي ولكنهم يصلون ويصومون ومن أموالهم يتصدقون ولأعمال الخير تراهم في بعض الأحيان يتراكضون، فما لهم في الشك هكذا مختصمون؟ أقول لك الإيمان قبل أن يكون فقط صلاة وصياما، ومع الصلاة والصيام يقوم على أساس توحيد الله والإيمان به وبصفاته جل شأنه، إيمانا يجعلك تفهم معنى ذلك الاسم وتستحضر ما ينبغي أن تقوم به. فإذا علمت أن الله يعلم ما في السماوات والأرض، وأن الله بكل شيء عليم، وأنه قد أحاط بكل شيء علما، استيقنت ذلك فراقبته جل شأنه وخشيت الله سبحانه قبل أن تخشى أحدا من الخلق، ووقفت عند أوامره وما جاوزت حدوده ولا رغبت عن تعاليمه ولا شرائعه، لا تحتاج بذلك إلى ناطور ولا إلى حارس يراقب عليك ما تهمس به، لا يراقب على زوج ولا على زوجة ما تكتب ولا ما تتلفظ به ولا ما ترسل به من رسائل، ولا مع من تتواصل عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، ولا مع من تتكلم، ولا إلى من تشكو، ولا مع من تتحدث. ضعف الرقابة الإلهية في النفوس أوصلنا إلى مستويات متدنية على مستوى العلاقات الزوجية والأسرية. كثير من الأزواج ما عاد يثق بزوجته، كثير من الزوجات لا تثق بزوجها، كثير من الآباء والأمهات لا يثقون بأبنائهم ولا ببناتهم، بل إن الأمر يصل بالبعض إلى تركيب كاميرات مراقبة خفية من هنا وهناك وأجهزة من هنا وأجهزة من هناك، ولكن تلك الأجهزة لن تغني عنا شيئا.
تلك الأجهزة لن تطفئ نار الغيرة، ولا نيران الشك، ولا نيران ضعف الثقة في بيوتنا واهتزازها وتصدعها. تلك الأجهزة لن تعمر بيوتا، ولن تصلح أسرا خربتها تلك القيم وتلك المبادئ الفاسدة التي نخرت في النسيج الأسري لحياتنا ومجتمعاتنا. لديك ماكينات إعلامية تضخ على مدار الساعة، تروج للفتن، تزهي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، تدعو إلى الخيانة، تجرئ على المعصية، تزين تلك المعاصي والفواحش بمسميات مختلفة، وتطرح عليها وتلبسها ألقابا زاهية لا تغير من فسادها ولا من نتنها ولا من عفنها. أنى لنا أن نصلح كل ذلك حين تؤسس هذا المبدأ في أسرك، في مجتمعاتك، في بيتك، حين ترتبط بمن تكون قرينة أو قرينا، على أساس أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. كثير من الناس اليوم حين يأتون على قرار الزواج يلهثون وراء مظاهر زائفة وأشكال سرعان ما تفقد بريقها بعد فترة يسيرة من عمر الزواج، لتصطدم بالواقع الذي يعيشه الزوج أو الزوجة، الواقع الإنساني الذي بنته آيات القرآن الكريم على هذا الأساس العظيم: إن الله بكل شيء عليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.